لا يخفى على أحد التكثيف التحرك الدبلوماسي اللي كان بيحصل للدولة المصرية في الخارج في الفترة السابقة، يمكن نجني ثماره الآن في حل القضية الفلسطينية أو في تخفيف الضغط على أشقائنا في غزة؟ طبعاً التحرك الدبلوماسي كان تحرك يعني واعي الحقيقة، وله خطوات ثابتة الحقيقة للدعم القضية في كل المحافل الدولية، ويمكن الرئيس السيسي في زياراته المتعددة دايما بيدعو إلى أمر مهم الحقيقة، فكرة الحل السياسي لهذه القضية، وأن بؤرة الصراع هي استمرار الاحتلال الإسرائيلي. يعني تأكيد القيادة السياسية المصرية على هذا الأمر في كل المحافل تمام لقى صدى كبير جدا، ولكنه لم يلقى أذن صاغية من إسرائيل، وكان نتيجته ما نشهده الآن من حالة الانفجار اللي موجودة. يعني البعض يظن أنه حالة الانفجار اللي حصلت دي حالة مفاجئة، لا، هي حالة الحقيقة متراكمة لسنوات طويلة كان أساسها هو فكرة استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي عربية. الدعوة المصرية دائما هي دعوة للسلام، هي ليست دعوة للحرب، هي دعوة للبناء والتنمية، هي دعوة لأن تحيا الشعوب في سلام من خلال حل الدولتين اللي احنا كنا بنتكلم عنه. لكن للأسف الشديد ما قامت به سلطات الاحتلال نسف كل تصور لحل سياسي قريب فيما يتعلق بحل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية. قد نحتاج لوقت طويل جدا حتى نستعيد هذا الأمر.